هذه الشعوب لا تحس بالترابط والإخاء والرحمة بمجرد الكلام، كلام كثير، ولكن المطلوب هو الفعل الذي يترتب عليه. لا بد أن نشعر إخواننا وأخواتنا الذين جعلنا الله وإياهم إخوانا في الدنيا والآخرة، وجمعتنا وإياهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن نشعرهم بأخوتهم. وهذه الأخوة لا بد أن يكون لها أثر، أن نبذل شيئا، أن نضحي، أن نؤثر على أنفسنا. سفيان بن عيينة لما سأل أحد أمراء بني العباس عن موعظة، فذكر له أن عمر بن عبد العزيز يوم مات ترك 12 ولدا ذكرا، وترك 12 دينارا هي ميراثه ليس له سواها. ورأى أحد أولادي عبد الرحمن أولادي عمر بن عبد العزيز حمل على 100 فرس في سبيل الله، تصدق ب100 فرس في سبيل الله، وفي مقابله ابن عمه مباشرة هشام بن عبد الملك بن مروان ترك لأولاده ثروة هائلة. ورأى هذا المتحدث أحد أولاده وهو يلتمس الصدقة من الناس، لم يبق له شيء. فالذين ينفقون على الناس ينفق الله عليهم، يا ابن آدم أنفق عليك، ما من يوم إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر وأعط ممسكا تلفا.